أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم قصة محمد ونادر وياسمين. لقد نشأوا في بيت مظلم مليء بالآلام، والسبب هو الأب الذي طلق والدتهم الصالحة بعد أن رأت مصاحبته لأصدقاء السوء وركضه وراء الشهوات. لم تستطع التحمل، نصحته كثيرا لكن لا فائدة، طلبت الطلاق فطلقها، وزيادة في غيظها أخذ أولاده عنده في البيت وحرمها منهم. ومرت الأيام ليتزوج ذلك الأب المجرم بامرأة تفوقه في الإجرام والعنف. كان لا يرحم توسلات ابنته ياسمين ذات 12 ربيعا وهي تطلب من والدها أن تذهب لزيارة أمها، لكن القلب المتحجر ما كان ليلين. تجري ياسمين لتضم أخاها الأصغر محمد إلى صدرها وتبكي، ويمسح نادر ابن 8 أعوام دموع أخته ويقول: إن شاء الله ماما ستزورنا. لا تسألوني عن معاملة زوجة الأب الحاقدة، فقد كانت تحبس ياسمين في غرفة لوحدها وتضع لها رغيفا وقطعة جبن وكوب ماء، ثم تتركها حتى تتفرغ للتلفاز حتى يعود الأب من عمله ليلا. وأما نادر ومحمد فقد كانت المعاملة أقسى وأشد، تحبسهم في غرفة أخرى لوحدهما ولا تخرجهما إلا إلى الحمام بعد عناء ومشقة وضرب وصراخ. ويعود الأب ليلا يبحث عن شهوته فقط، وتتمنى ياسمين أن يلمح الأب في عينيها صور الحزن الأليمة، لكن نظرات زوجة الأب المرعبة تجعل ياسمين تطرق الرأس خوفا، والويل كل الويل لمن يفتح فمه دون إذن. تجرأ نادر يوما وقال: بابا، خالتي لا تعطينا أكل. وانقلبت تلك الليلة إلى أحزان، وفي الصباح انتقمت تلك السجانة الغليظة فجعلت تضرب وتلطم وتعذب، واستغاثات نادر لا تصل إلى ياسمين أخته التي كانت مسجونة هي الأخرى. لكم أن تتخيلوا مشاعر أمهم المسكينة التي ما وجدت معينا من أهلها أمام جبروت ذلك الأب وقسوته. تنام الأم وتصحو في بيت أبيها وهي تمسك بصور أولادها 3 فتقبلها وتضم الصور إلى صدرها وتترك لدموعها حرية الانطلاق على وجنتيها، وتواصل زوجة الأب مسلسل البغض والكراهية والقسوة، وتستمر في حبس الأولاد. وفي يوم من الأيام غربت شمسه ودخل الظلام ليحل معه ظلم هذه المرأة. أدخلت محمدا ونادر إلى الغرفة ووضعت عندهم ذلك الوعاء البلاستيكي الذي يوضع للأطفال الرضع لقضاء الحاجة، ووضعت زجاجة ماء صغيرة وأغلقت الباب عليهم بكل قسوة وشدة، وانصرفت لتحبس ياسمين هي الأخرى في غرفتها، وبدأت تجهز المكياج لاستقبال ذلك الأب الغافل عن أولاده. لم يخطر ببالها في يوم من الأيام ماذا لو أنجبت طفلا وحدث له ما حدث لهؤلاء الأطفال. وبدأ محمد يشتكي لنادر: لماذا يا نادر بابا لا يحبنا؟ وبكل براءة طفولية محمد الذي يبلغ 6 سنوات ونصف يسأل نادر الذي يبلغ 8 أعوام، ويجيب نادر: لا أدري يا محمد. بدأ يتحدثان عن أمهم الجميلة التي لم يروها منذ 4 أشهر. مر الوقت سريعا ودخل الأب إلى المنزل واستقبلته زوجته السجانة. سأل عن الأولاد، قالت: ناموا في غرفهم. ثم بدأ الأب بتناول طعامه، وبعد ذلك دخل لينام. بعد مدة دقت ساعة الحائط تعلن دخول 12 ليلا، وهناك في غرفة محمد ونادر كان محمد يطرق الباب بهدوء، فهبت هذه المرأة من فراشها، هبت وهي تحمل معها كل معاني الغيظ والبغض والكراهية. جاءت وفتحت الباب، صرخت: ماذا تريدون يا مجرمين؟ وجدت محمد ببراءته يقول: خالتي، أريد أن أذهب إلى الحمام. رفسته بقدمها في بطنه ليسقط على الأرض ويتأوه: آه آه. قالت: ولماذا إذن وضعت لكم هذا؟ وأشارت إلى ذلك الوعاء البلاستيكي وزجاجة الماء. كانت دموع محمد تتحدر على وجنته الصغيرة وتمر أمامه صورة أمه الحنونة، وكأن قلبه يخاطبها: آه يا أمي، لو كنت عندنا لما حصل لنا ما يحصل الآن. انصرفت وأغلقت الباب وراءها بقوة.
ظل محمد يبكي لمدة نصف ساعة، وأخوه نادر يهدئه، وبعد لحظات استسلم محمد للنوم، فحضنه أخوه نادر واستسلمه أيضا للنوم. مرت عقارب الساعة محملة بالآلام، وفي تمام الساعة الثالثة فجرا استيقظ نادر على صوت أخيه محمد وتوسلاته واستغاثاته: آه سأموت سأموت. تذكر نادر أن المعلم أخبرهم بأن المريض تقرأ عليه سورة الفاتحة، فبدأ يرتل بصوت طفولي على أخيه محمد سورة الفاتحة ويمسح على بطنه، وفجأة بدأ يصرخ محمد صراخا عجيبا، ثم فجأة سكت وابتسم ابتسامة طويلة وقال: نادر نادر، أنا أحبك وأحب أمي وأختي ياسمين، لكني لا أحب بابا ولا أحب خالتي. ثم شخصت عيناه وثقلت رأسه على يد أخيه نادر ومات. كاد نادر يفقد صوابه، إنه صغير يدرس في الصف الثالث الابتدائي، إنه يسمع عن الموت، لكن يا ترى هل مات أخوه محمد فعلا؟ هل ودع الحياة؟ وضع أذنه على صدر أخيه فلم يجد شيئا، صمت غريب في الغرفة، لا صوت سوى صوت الدمعات التي بدأت تنزل من عيني نادر. هل تعلمون ماذا فعل نادر؟ طرق الباب لمدة ساعة كاملة فلم يفتح أحد الباب، فكر ماذا سيفعل بأخيه محمد، إنه يعلم أن الميت لا بد أن يغسل ولا بد أن يصلى عليه، فقام إلى الماء الموجود في تلك الزجاجة وبدأ يغسل رأس أخيه محمد ويصب الماء على بقية جسمه من فوق الملابس، ثم جرد أخوه من ملابسه ولفه بعد ذلك في ملاءة السرير وقطعة القماش التي كانت فوق سريرهم، ثم بدأ يتذكر كيف أن مدرس التربية الإسلامية في مدرستهم قد شرح لهم كيفية الصلاة على الجنازة، إنه يتذكر أنها 4 تكبيرات لكن لا يتذكر ماذا سيقول فيها، وبكل براءة قام ووضع أخاه محمد أمامه وكبر التكبيرة الأولى وقال: يا رب هل سيذهب أخي محمد إلى الجنة؟ يا رب هل ستعلم أمي بذلك؟ يا رب هل ستسامح أبي؟ كانت دموع الطفل تجري وصور عديدة تمر عليه، شعر كأن يد أمه الحنون جاءت لتلامس كتفه وتهدئ من روعه، وظل منذ تلك اللحظة يطرق الباب حتى قرب وقت الظهر، فاستيقظت هذه الزوجة على تلك الطرقات وأيقظت الأب القاسي لتقول له: قم إلى أولادك، فهم لم يتركوني أنام من الليل، وإذا لم تقم لهم فسأذبحهم. نهض الأب من فراشه، فتح الباب بقوة، صرخ: نعم ماذا تريدون؟ فوجئ بوجه نادر مصفرا كان يقف أمام الباب مباشرة، قال: بابا محمد أخي مات. قال الأب: ماذا ماذا مات؟ توجه الأب مسرعا إلى ولده وتحسس قلبه، فإذا هو بارد كالثلج. حمل ولده إلى أقرب مستشفى، وهناك أخبره الطبيب أن الوفاة حصلت قبل 9 ساعات بسبب انفجار في المثانة، وفي تلك اللحظات نزلت دموع الأب غزيرة. أما والدته فلا تسأل عنها، هي لا تعلم بقصة الوفاة، لكن الحزن يعتصر كل خلية في جسدها. عاد الأب ليقبل ولده نادر وابنته ياسمين، كان يرى بعض ألعاب محمد فيبكي، كان يشاهد بعض آثاره في المنزل فيتألم، تمنى لو ترجع به الساعات إلى الوراء ليضم ولده إلى صدره قبل موته، تمنى لو كان يأخذهم معه في نزهة أو رحلة ليشعرهم بشيء من السعادة، لكن من سيرجع له ما رحل؟ ومع كل عبرة تسقط من عين ذلك الأب كانت تحمل صورة لمحمد وهو يجري في طفولته قبل أن يطلق أمه، وصورته وهو يداعبه على السرير قبل أن يحبو، وصورته وهو يتسند على الحائط كان لسان حاله يقول: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيث منقلب؟ فنشيدهم بابا إذا فرحوا
ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزلاجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا. في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قدموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني، كأسراب القطى سربوا. ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. دمع الذي كتمته جلدا، لما تباكوا عندما ركبوا. حتى إذا ساروا وقد نزعوا، من أضلعي قلبا بهم يجب. ألفيتني كالطفل عاطفة، فإذا به كالغيث ينسكب. قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبك فالعجب. هيهات ما كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. يا أيها الآباء، اتقوا الله في أولادكم وبناتكم. إن التربية الصحيحة لا تكون إلا أولا برفق في المعاملة وحسن في الفعال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاده وأولاد أولاده. بل دخل يوما على أبناء جعفر بعد موت جعفر واستشهاده، فجعل يقبلهم ويضمهم إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها الأب أن تربيهم على خلاعة وعلى مجون وعلى فسق وعلى ما يغضب الله، فستحصد ما زرعته في يوم من الأيام، وفي يوم القيامة يتعلقان برقبتك ويدعوان عليك بالنار. ثالثا، كن معهم جميعا في قضاء شؤونهم وحوائجهم، لاطفهم وتحدث معهم، وأعطهم أسرارك ليعطوك أسرارهم. قل لهم إنك تتمنى أن تحقق لهم أمنياتهم، فما أجمل أن يؤثر هذا في قلوبهم. رابعا، أكثر من دعاء الله لهم بالصلاح والتقوى، فإن دعاء الأب لابنه مستجاب بإذن الله. وإذا أصلحهم الله لك، فقد حصلت على الدنيا كلها. خامسا، من بلغ منهم سن الزواج، كن معه معينا ومساعدا، حتى يحصن نفسه ويحفظها من الحرام. ولا تبخل عليهم بقليل ولا بكثير، فهذا المال إنما هو مالهم بعد رحيلك. ولا تنسى أن مشاعرهم الجميلة نحوك إنما تأتي بوقوفك معهم في مثل هذه المواقف العظيمة.